إذا كنت تريد التوصل بجميع أخبار ومستجدات الوداد، تابع قناة الوداد على اليوتيوب. أكدت مصادر صحفية أن بعثة الوداد الرياضي ومنذ وصولهم إلى دار السلام تعرضوا للعديد من المضايقات من طرف إدارة سيمبا التنزاني، حيث تم منع ممثل الكرة المغربية من إجراء حصصه التدريبية، وهو ما جعل إدارة الوداد الرياضي تبلغ مراقب المباراة المعين من طرف الكاف بهذه المضايقات. كما ذكرت مسيري سيمبا بالمعاملة الطيبة التي خصصت لهم في مراكش. وتأتي هذه المضايقات في سياق بحث فريق سيمبا على الفوز، إذ لا خيار أمامه سوى انتصار على الوداد في اللقاء الذي سيجمعهما الثلاثاء 19 دجنبر 2023 من أجل الإبقاء على حظوظه في التأهل للدور الموالي. قررت إدارة الوداد الرياضي التقدم بشكوى رسمية ضد الفريق التنزاني قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين. وبحسب تقارير صحفية، فقد تفاجأت بعثة الوداد بالمعاملة السيئة في العاصمة التنزانية، بينما حرصت الإدارة على توفير كل سبل الراحة للفريق التنزاني في المباراة التي جمعت بينهما في مراكش الأسبوع الماضي. وأوضحت مصادر أن الإدارة الودادية ستنقل صورة كاملة لمندوب المباراة والتصرفات الرياضية التي تعرض لها الوداد والبعثة الودادية والتي تسيء لسمعة كرة القدم الإفريقية. إذا كنت تريد التوصل بجميع أخبار ومستجدات الوداد، تابع قناة الوداد على اليوتيوب.